في حاجة بقى مهمة جدا وهي ايه؟ ده بتدفع من هنا. لو المؤسسة هي اللي هتدفع، تدفع من هنا. انت كفرد تدفع من هنا، ولو المؤسسة هتدفع من هنا. وما تنساش لو المؤسسة بتاعتك او الكلية بتاعتك اللي هتدفع، ممكن وانت اشتركت قبل كده تقدر تخصم وتاخد فلوسك تاني باللاينسز كود، الكود الرخصة بتاعتك. طيب ننزل تحت شوية. امال ايه ده يا دكتور سامي؟ ده جميل جدا بقى. الناس اللي هي هتختبر الكتروني مش ورقي، مش هتصحح ورقي. هو طبعا احنا قلنا زيبي جريت بيستخدم في الاثنين، وهوريك الاثنين، هنستخدمه ورقيا وهنستخدمه الكترونيا. الناس اللي هتستخدمه الكترونيا بنسخ الرابط ده اهو وببعته للطلبه، او بحطه في البلاك بورد وهعلمك ازاي تحطه في البلاك بورد، والطلبه يقدروا يختبروا من البلاك بورد على الزيبي جريت اهو. يعني انا بدخل كده الرابط ده بحطه كده، الطلبه ده واجهه الامتحان عشان الطالب يقدر يختبر من خلال الالكتروني. احنا قلنا زيبي جريت بيستخدم ورقي واكتروني. ده الرابط اهو، ده الرابط اللي انت شايفه ده، اللي انا نسخته ده. ده الرابط ده الطالب ممكن تحطه له في البلاك بورد، او ممكن تبعته له على الواتساب، ويقدر الطالب من هذه الواجهه يقدر يدخل الاختبار. وهنشوف دلوقتي الفرق بين الجزء اللي على اليمين ده والفرق بين الجزء اللي على اليسار ده، هنعرف الكلام ده كله وازاي الطالب بيختبر والكلام ده كله. تمام، ممتاز. بعد كده ننزل تحت شويه. نفترض انت حضرتك، نفترض انت عملت لك حساب، وحساب مدفوع الاجر يعني لمده سنه، ده حساب اللي انا فيه ده مجاني، والايميل اللي انت اشتركت بيه حبيت تغيره في اي وقت تغيره. عطيلك هنا زرار لو انت حبيت بعد ما اشتركت ودفعت الفلوس وحبيت الايميل اللي انت استخدمته عاوز تستخدم ايميل تاني، هذا الزرار بيساعدك بشكل كبير جدا على ان انت تغير الايميل. واضح؟ جميل جميل جدا. طيب احنا قلنا ده التغيير الايميل. نيجي بعد كده على الزرار اللي باللون، مش عارف بقى اللون الاصفر، اللون الاصفر ده. ليه جميع الازرار الفوقانيه كلها باللون الاخضر الا الزرارين الاخرانيين دول؟ ركز معايا. الزرار ده اللي هو ديزيبل ساينينج، او اللي هو سيكونس اللي هي عمليه المزامنه، يعني ديسيبل اللي هو عدم المزامنه، يعني عدم المزامنه. ليه عملوه لك باللون الاصفر؟ قال لك ايه؟ قال لك ديزيبلينج سيكونايز اون يور اكاونت ويل ريزالت ان ذا اول كويز. يعني اشرح لك بسرعه كده، يعني تعطيل المزامنة، يعني لو انت ضغطت على هذا الزرار والزرار ده ما تضغطش عليه نهائيا. انا بنصحك ما تضغطش عليه نهائيا، يعني لما تشترك سواء مجاني او غير مجاني ما تضغطش على هذا الزرار. ليه؟ واقول لك ليه هم حاطين الزرار ده برضه. لان بقول لك ان تعطيل المزامنة على حسابك هيؤدي الى ازالة جميع بيانات الاختبار والفصل والطالب والنموذج المخصص من خوادم الزيبي جريد. خلي بالك، يعني لو انت وقفت المزامنه اي اختبارات انت رافعها يعني على الجوال بتاعك مش هتروح للخادم بتاع الزيبي جريد. خلي بالك، انا كنت بدخل من اي جهاز التقى الاختبارات بتاعي، من اي مكان التقى الاختبار بتاعي. امال لو انت وقفت دي، لا، انت حطيت الاختبار على الجوال هيفضل على الجوال. رحت الجوال ضاع منك، خلاص يبقى الاختبارات راحت من عليه لو انت بوقف دي. امال الجوال بتاعك ضاع منك وانت عامل مزامنه، مش موقف بقى الزرار في اي وقت، اختبار
ضاع منك، اللي غيرت الجهاز، بعت الجهاز، حصل اي مشكله، كل اختباراتك موجوده. فلذلك انا بقول لك يفضل ما تضغطش على هذا الزر. يبقى عدم ضغطك على الزرار ده كل بياناتك هتفضل على الخوادم. طيب اما لو ضغطت عليه يبقى الاختبار هيبقى على جهازك المحمول او جهازك الموبايل بس. لذلك يقول لك running يعني تحذير مع تعطل المزامنة قد لا تتمكن من استعادة البيانات الموجودة على جهازك في حال فقد جهازك أو حدوث أي خطأ. لن تتمكن من استخدام موقع الويب الخاص بالزيبجريد، تمام؟ لأن ده بيعمل مزامنة، أي اختبار برفعه على الجوال بترفع على الخادم بتاع الزيبجريد، بتعنلك يعني كلاود سحابي. افتح على اي جهاز تاني التقى كل حاجه موجوده. افتح على اي في مكتبي التقى الاختبارات موجوده. اروح في بيتي التقى الاختبارات موجوده. طالما ما ضغطتش على الزرار ده، فيفضل ان انت ما تضغطش عليه. نيجي لاخر حاجه بقى بعد كده اللي هو ديليت اكونت. نفترض لاي سبب، طبعا يقول لي يا دكتور الزرار ده كان معمول ليه بقى طالما انت معمول ليه؟ اقول لك معمول ليه. نفترض انا الجوال بتاعي وقع مني، تمام، وانا حاطط اختباراتي وحاطط الكلام ده كله على الجوال ودرجات الطلبه والكلام ده، فممكن انا خايف يكون يقع في ايد واحد فاهم، فممكن يدخل يفتح التطبيق بتاع الزيبجريد ويطلع على الاختبارات، يغير في الاختبارات، يغير في الدرجات، ممكن. فانا ممكن اوقف المزامنه علشان ما يقدرش يلعب في حاجه اترفعت على الخوادم. لو حسيت ان الحساب بتاعي اتسرق لاهمال مني، باسورد مثلا حد عرفه او حد خده، ممكن الغي الحساب من الزرار ده. مثلا طبعا دي نادر وما شفتهاش خالص وما حصلش اي مشاكل في الموضوع ده. ده الواجهه الرئيسيه بتاعه الزيبجريد، وارجو كل مفهومه، مش عاوز اطول عن كده علشان نبدا ندخل عمليا بقى. واضح يا جماعه؟ اضغط واحد. واضح؟ اضغط. لو حد اي حد يقول المايك عشان لو في حد اي ليه اي استفسار او اي حاجه، انا حابب اسمع صوت لو في اي استفسار. معلش ساعدوني النهارده لان الوقت ضيق جدا بنا ومحتاجين نشرح كل كلمه. وقلت فتحت لكم المايك اللي عاوز يستفسر عن اي حاجه. طيب نبدا بقى على بركه الله، ندخل بقى في الجد بقى. احنا كده شرحنا واجهه الزيبجريد ودخلنا بالحساب المجاني وعرفنا ايه الفرق بين الحساب المجاني والحساب الفري اللي هو الفري والحساب الكوميرشال اللي هو التجاري. قلنا فرق بسيط مش مستاهل، ده انا بدفع 27 ريال او 6-7 دولار طول السنه كامله وباخد خدمات كتيره جدا يعني انا ما كنتش احلم بيها. طيب نيجي بقى على الكلام بقى. هنبدا بقى التطبيق عملي بقى. واحد يقول يا دكتور سامي انت قلت لنا في البدايه ان انا بستخدم الزيبجريد ورقي، وده ناس كتير شفتهم بيستخدموه، والكتروني. ورينا الورق الاول. حاضر اوريكم الورق الاول. موضوع بسيط جدا جدا. انت لو عندك اختبار عامله ورقيا، يعني مثلا ادي لك مثال كده. محمد ابني كنت لسه رافع على دور الاختبار دلوقتي. لو انت عامل اختبار، انا كنت عامل اختبار اهوت، اوريه لك. ادي اختبار اهوت لسه امتحن الطلبه فيه النهارده ولسه ما صححتلوش، قلت بقى صحح معاكم النهارده في الدوره. ادي الاختبار اهو يا جماعه. الاختبار خلي بالك بقى معايا، يعني ورق، انت مو اختبار، اختبار عادي يعني. انت اهوت خلي بالك معايا كده، ركز معايا، ده اختبار عاوز بتعمله بالعربي مفيش مشكله، الاختبار بالعربي مفيش مشكله، ما هو ملوش دعوه بالعربي ولا الانجليزي خالص. عاوز تعمل اختبار بالعربي اهلا وسهلا، عاوز تعمله بالانجليزي اهلا وسهلا. انت بتكتب اختبار بتاعك على الوورد عادي اهو خالص، ده الاختبار بتاعك بتعمله على الوورد بس. بعد ما تعمله على الوورد بتحوله بي دي اف بس، ده اللي انت تعمله عشان ما تيجي ايه تستخدم الزيبجريد بس. تحوله لايه؟
الحاجه البسيطه. انا عملته على الوورد وحولته الى بي دي اف واحطه على سطح المكتب اهوت، خلاص تمام بس كده.